السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، معنا اللقاء الأسبوع المتجدد في برنامج صحتك أهم اللي بتقدمه مع صفحة منارة تبشوي 1 و2. ولقاءنا النهاردة مع دكتور محمد سالم الأسد، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والحديث النهاردة يكون حول عمليات جراحة العمود الفقري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد سالم الأسد، أخصائي ومدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفيات جامعة الأزهر. هنتكلم النهاردة في دقائق معدودة كده وبسيطة عن عمليات العمود الفقري أو جراحات العمود الفقري. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ألم عرق النسا، وقلنا ان ده بيبقى ألم بيسمع بطول الرجل سواء اليمين أو الشمال أو الاتنين، وده بيبقى سببه عادة انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية. كمان لو عندنا ضيق في القناة العصبية القطنية يعمل لنا ألام مشابهة لده، وبيعمل معها شد في العضلات بتاعة الرجلين، بيبقى شد جامد في عضلات السمانة وعضلات الفخذ. لو عندنا تزحزح فقاري في المنطقة القطنية بيعمل ألام شديدة أسفل الظهر، المريض مقدرش يقعد لفترات طويلة ولا يقدر يمشي لفترات طويلة. بالنسبة للفقرات العنقية، المريض اللي بيعاني من مشكلة في الفقرات العنقية بتعمل ألام في الرقبة. هذه الألام أحيانا تبقى مصحوبة بألام في الكتفين، وأحيانا ألام وتنميل وكهرباء ولسع بطول الدراع كله، سواء برضو الدراع اليمين أو الدراع الشمال أو الدراعين الاثنين. طيب، كتير من المرضى يقول أنا رحت لدكتور جراحة مخ وأعصاب وعمود فقري وقال لي أنت محتاج عملية، وانا الناس بتخوفني من العملية بتاعت العمود الفقري، والشائع عنها بين الناس ان اي حد بيعمل عملية في العمود الفقري لا قدر الله يحصل له شلل ما يتحركش تاني. والحقيقة الكلام ده غير صحيح على الاطلاق. رقم واحد، حضرتك محتاج تروح لدكتور متخصص في جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري، يفحص حضرتك كويس جدا، يعمل حضرتك الفحوصات اللازمة، وبناء على الفحص والأشعات يقدر يقول لحضرتك حضرتك محتاج عملية ولا مش محتاج. يبقى رقم واحد ان احنا لازم نبقى عارفين المريض ده فعلا محتاج جراحة ولا ممكن الامور تمشي بالعلاج والعلاج الطبيعي، لان كتير من حالات العمود الفقري سواء انزلاق غضروفي سواء تزحزح فقاري او كسور في الفقرات احيانا، كل ده ممكن بيمشي بعلاج تحفظي، علاج دوائي مع علاج طبيعي، والامور بتبقى كويسة. في حالات معينة بنلجأ للجراحة، على سبيل المثال مثلا المريض اللي بيعاني من انزلاق غضروفي قطني، بنلجأ للجراحة في حالة ما إذا كان إن الألام اللي في رجليه شديدة جدا ولا تستجيب لأي علاج دوائي. جربنا علاج دوائي لعدة أسابيع مع علاج طبيعي والألم لم يتحسن تماما. الحالة التانية إن لا قدر الله يبقى في سقوط في القدم بتاع سقوط في القدم، ده بسبب الضغط على الأعصاب، المريض مش قادر يحرك مشط رجله لفوق ولتحت. الحالة التالتة ان يحصل تأثر للتحكم في البول، سواء احتباس في البول او عدم القدرة على التحكم في البول. ففي الحالات دي بنلجأ، طبعا لازم نلجأ للجراحة. واللي انا عايز اقوله لكتير من المرضى اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري وخايفين من الجراحة وبيتألموا ألام شديدة ورافضين فكرة الجراحة، لا، الجراحات بتاعت العمود الفقري لو اتعملت مع دكتور مدرب كويس ومتخصص كويس نتائجها ممتازة جدا. المريض بعد الجراحة بيتحسن تماما الألام بتاعت رجليه، بيفضل شوية ألام بسيطة في الظهر بيتحسنوا مع العلاج والعلاج الطبيعي بعد العملية، سواء كانت مشكلة في الفقرات العنقية أو مشكلة في الفقرات القطنية تحت. طيب، السؤال اللي بعض المرضى التاني بيسألوه، طيب يا دكتور في حاجة اسمها حقن وتردد حراري، في عمليات بالمنظار، في عمليات بالميكروسكوب، في كل ده، في حقن وتردد حراري، في عمليات في العمود الفقري بيتم عملها بالمنظار، وفي عمليات بيتم عملها بالميكروسكوب، وفي عمليات بيتم عملها جراحيا بدون منظار او ميكروسكوب. وده الحقيقة اللي بيحدده حالة المريض. يعني في مريض ينفع ليه حقن وتردد حراري، وفي مريض ما ينفعش، في مريض ينفع ليه منظار وفي مريض ما ينفعش، في مريض ينفع ليه ميكروسكوب وفي مريض ما ينفعش. كل ده بيتحدد بناء على النتيجة بتاعة الأشعة بتاعة المريض وإيه اللي ظاهر فيها. إن شاء الله نتمنى للجميع الشفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، وإن شاء الله يكون معنا لقاء تاني متجدد، وإحنا آسفين طبعا إن إحنا خدنا من وقت حضرتك الدقائق المعدودة دي، وإن شاء الله ربنا يشفي كل مريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.